بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للمساحة الهندسية، احنا كنا بنتكلم على البي اي ام. نستكمل المحاضرة او الموضوع بتاع البي اي ام دوت، وكنا متوقفين هنا على علاقة البي اي ام او البيلدينج انفورميشن موديل مع الجهات القائمة على دورة حياة المشروع. فعندنا اي مشروع او اي معلومات البناء تبدأ بالمعماري، يرسم الديزاين بتاعه، يتروح على مهندس الطرق والبنية التحتية، مهندس الانشائي، مهندس الميكانيكا والصحية والكهرباء، يجي المقاول ويستلم المالك بعد كده. فدي علاقة البي اي ام مع الجهات القائمة على دورة حياة المشروع. البيلدينج انفورميشن موديلينج، هنا السوفت ويرز المستخدمه في البيلدينج انفورميشن موديلنج هنا اهوت، بيبدا بادي بالديزاين بتاعه. الكمبيوتر دروينج الكاد هو عباره عن بيبدا عن اوتوكاد 2 دي موديل ريمينز بيورلي ايه جيومتريكال. يجي بعد كده الليفل اللي بعد كده بيرسم بعد ال 2 دي، يرسم ال 3 دي بي اي ام موديل ميد ان ايه اوثورينج سوفت وير زي اوتوديسك، ريفيت، ارشيكاد، تيكلا، انفورميشن اون ماتيريالز، كوستس التكلفه بتاعتها، الافيلابل. ثالث مرحله او ليفل 3 كولابوريتيف بي اي ام موديل فولي سينكرونايزد بتوين اول بارتنرز ستاندرد فايلز، دي الامتدادات بتاعتها. يبقى دي ثالث مرحله هنا اهوت، وكل البارتنرز او كل الناس اللي في المشروع بيشتركوا فيه يحطوا الموديل دوت. طب البيزك كومبوننت عندي هنا اهوت، فليفل 1 ادي بيور جيومتريكال ده 2 دي. هنا المرحله اللي بعد كده بيرسم 3 دي بي اي ام اوبجكت، ده من بيعمل اكستروجن لل 2 دي فيو ويوز باوندري ريبريزنتيشن. ثالث مرحله هنا اهوت ال 3 دي بي اي ام اوبجكت تيكن فروم ا لايبراري اوف بي اي ام اوبجكتس جلوبال كارتيزيان ريفرنس سيستم سينكرونايزيشن اون ذا ايه اون ذا كلاود، يحطه على الكلاود اللي احنا اتفقنا عليه في اول محاضره خالص، ان هو بيحط البي اي ام دوت على كلاود انترنت بحيث او داتابيز، بحيث ان هو يبقى الناس كلها شايفاه والناس كلها لو في اي مشكله يقدر يتحكم فيه. فده شكل البي اي ام موديل اهو، كل دور التفاصيل بتاعته الارتفاعات بتاعته، و كان بي سين از ا كولكشن اوف بي اي ام اوبجكتس كونكتد اند ايه سينكرونايزد. ادي السوفت وير هنا حاجه زي هوريزونتال بي اي ام، هيفي بي اي ام، سيفل انفورميشن موديلنج. دي هنا هوت الرودز، تانلز، دامز، كانلز، باور بلانتس وهكذا. ادي الموديل بتاعي على البي اي ام او على السوفت وير. طيب مراحل تطور الكاد، عندي مراحل تطور الكاد، الكاد اخره هو 3 دي، يعني هو بدا باللاينز واركس وتكست، بعد كده ال 2 دي، حط من ال 2 دي وصل لل 3 دي حط الزد فاليو، لكن ما طورش بعد كده. اللي عمل تطور هو البي اي ام بقى، بي اي ام حط ال 4 دي وال 5 دي، كلاود كومبيوتنج ولايف سايكل مانجمنت، وهنتطرق ونشرح الكلام ده بالتفصيل بعد كده. يبقى الكاد هو اخره كان 3 دي، اي مرحله بعد 3 دي هي تطور البي اي ام. البي اي ام قلنا لاطراف المشروع كلها، من اول مرحله ما قبل التصميم، التصميم الاولي، تصميم مفصل، الأعمال الورقية للمشروع، التنفيذ ما بعد التسليم. طيب المصمم، المصمم معايا من أول مرحلة ما قبل التصميم لحد وأنا بنفذ، ده المصمم موجود معايا. المقاول هيبدأ من الأول الأعمال الورقية لحد التنفيذ. المهندسين نفس الكلام، الحرفيون نفس الكلام. المالك، المالك من أول مرحلة ما قبل التصميم لحد ما بعد التصميم.
فالشكل ده بيبين لي اثر استخدام البي اي ام على اطراف المشروع خلال دورة حياة المبنى. الجهة المالكة او الاونر، اصحاب المشاريع يقيمون نجاح المشروع بتحقيق 3 عوامل: تكلفة وزمن وجودة. تكلفة وزمن وجودة، يعني التكلفة معقولة في الزمن معقول في الجودة الممتازة. الأحسن حاجة طبعا هتبقى أقل تكلفة بأقل زمن بأعلى جودة. عند البحث بطرق تسليم مشاريع البناء، وجد أن طريقة ديزاين بيلد هي الأمثل من حيث الالتزام بالمدة الزمنية وتخفيض التكلفة والمطالبات. أظهرت الدراسات تدني كفاءة عمليات البناء من خلال عدم الالتزام بالعوامل الثلاثة. يبقى في مشكلة هنا اهوت، لو انت ما التزمتش بتكلفة معينة او بالزمن اللي انت تحددته او بالجودة اللي انت متفقين عليها، يبقى انت كده في عدم التزام. دراسة اجريت على مشاريع البناء مثلا في استراليا، اظهرت ان 67% من المشاريع تجاوزت الوقت، و22% منها لم تحقق الاحتياجات المطلوبة بما يصل إلى نسبة 10%. دراسات أخرى أجريت بالولايات المتحدة أظهرت بأن 45% من المشاريع تجاوزت التكلفة بنسبة 5%. يبقى في كله هنا هو في عنده إما مشكلة في التكلفة أو مشكلة في الزمن أو مشكلة في الجودة. أيضا بدراسات أجريت ببريطانيا بينت إن 26% من مشاريع البناء تجاوزت التكلفة والوقت المحدد بنسبة 5%. يعني إذا يعني مش واحد بس من الاتنين، ده التكلفة والزمن بتاعها. طيب يبقى استخدامات نظم البي اي ام سيمكن اصحاب المشاريع من تحقيق ايه؟ تحليل ومقارنة التصاميم والبدائل المختلفة والمواد المستخدمة، استخراج اوتوماتيكي لمعلومات المشروع التي تكون موثقة ودقيقة، تخفيض زمن المشروع، استخدام نموذج بي اي ام خلال مرحلة الاستثمار وادارة المرافق. طيب بالنسبة للمصممين، استخدام أنظمة نمذجة معلومات البناء من قبل المالك يهدف بشكل أساسي إلى إيه؟ للحد من الأخطاء والتكلفة غير متوقعة والهدر، بينما يلجأ المهندسين المصممين إلى استخدام الـ BIM غالبا للمشاريع الضخمة والمعقدة عندما لا يكون استخدام الأنظمة ثنائية الأبعاد أمر مجدي، فعايزين بقى 3D و4D وهكذا. ومثال على ذلك مشاريع المصانع البتروكيماوية والمشافي والمباني التجارية وهكذا. يعتبر التدريب أمر مهم جدا لفريق التصميم، لازم يتم تدريبه على أعلى مستوى. تعلم الوظائف الأساسية للبرنامج لا يعني كفاءة الاستخدام، وقد بينت الدراسات أن التدريب الجيد من شأنه رفع إنتاجية التصميم، مما يدل على أن معدل الإنتاج خلال استخدام الـ BIM يرتبط ارتباط وثيق بالتدريب الجيد. طيب يبقى التالي، فإن استخدام أنظمة البي أي إم سيمكن المصممين من إيه بقى؟ 4 حاجات: زيادة جودة مخططات البناء، القدرة على تحليل ومحاكاة البناء، التفاعل الكبير بين المصمم والمالك، تحسين صيانة المبنى بمرحلة ما بعد التنفيذ. طيب بالنسبة للمقاولين contractors، غالبا ما يهتم المقاولون بتلافي إعادة العمل لأي سبب من الأسباب، ونجد أنه من خلال النماذج الذكية يمكننا زيادة القدرة على تنفيذ الأعمال المسبقة الصنع والكثير من عناصر منشأ الممكن إنجازها خارج الموقع، مما يزيد بمعدلات الإنتاج. من خلال التنسيق والتواصل بين أطراف المشروع، قام المقاولون بالانخراط بعمليات التخطيط والتنسيق للأعمال الإنشائية والمعمارية والميكانيكية، وبالتالي كشف الصراعات في النموذج، وبالتالي تخفض أوامر التغير بشكل ملحوظ، يبقى بقلل التغيرات. كما أن ربط المنشأ ثلاثي الأبعاد بالزمن، يبقى إحنا كده في 4D للحصول على البعد الرابع، يمكن من تنظيم المشروع بشكل أكثر كفاءة من خلال تحديد أماكن توضع الآليات وحركة سيرها وتسلسل بناء العناصر وتلافي مشاكل موقع العمل. بعد كده بالنسبة للمقاولين. طيب تطبيق الأنظمة البي اي ام على مشاريع فعلية، تم حصد النتائج التالية. دي بعض
في مثلا ملعب واشنطن الوطني تم إحصاء 100 استفسار من المقاول فقط بدلا من 1000 استفسار، يبقى أنا كده قللت الاستفسارات الجاية من المقاول. عند بناء مصنع جنرال موتورز تم استخدام النموذج ثلاثي الأبعاد لكشف عدد هائل من التضاربات عن طريق العمل التشاركي، حاطط الكلام الديزاين والحاجات دي كلها على الكلاودينج، وكله بيشارك وكله بيشافي وبيلافي الايه التضاربات. ارتفعت معدلات الانتاج بالمشروع بنسبة 15 إلى 30%. مشروع مول دبي مثلا خاصة لحساب كميات البناء، تحضير العملية، تقدير التكلفة والكشوف الشهرية أدت إلى تحسين كفاءة العمل واستخلاص 95% من الكميات المحسوبة بشكل أوتوماتيكي. طيب البي اي ام هيمكن المقاول من ايه بقى؟ الحصول على معلومات مفصلة لنموذج البناء والتصور الكامل للبناء من خلال 3D، الحصول على معلومات حول العناصر المؤقتة مثل القوالب المستخدمة أو المعدات، كشف التضاربات خلال مراحل مبكرة من المشروع وتخفيض عدد الاستفسارات، التحقق من تحليل البيانات التي أنجزها المصمم الإنشائي مثل الحمالات الإنشائية وردود الأفعال وهكذا، تقييم وضع التصميم والبناء من خلال القدرة على المقارنة بين الخطة الموضوعة بين التنفيذ الفعلي. في مرحلة التنفيذ استخدامات البي اي ام في مرحلة التنفيذ هي ايه؟ الخطوة الأولى من وضع خطة تنفيذ البي اي ام هو تحديد استخدامات البي اي ام اعتمادا على متطلبات فريق العمل والمشروع. التحدي الأكبر هو تحديد الاستخدامات المجدية والأكثر ملائمة والتي تدل على مدى فائدة أنظمة البي اي ام بحسب خصائص المشروع. من خلال تحليل حالات دراسية والرجوع إلى المراجع، وقد حددت وأعطيت أهميتها من قبل مجموعة باحثي دمج الحاسبات بالتصميم بالولايات المتحدة، بنسلفانيا بالولايات المتحدة. طيب فوائد البي اي ام في نمذجة موقع البناء: توفر التحريات المترولوجية. ايه المترولوجية دي؟ كل ما يتعلق بظروف الموقع العام. يوفر تمثيلا دقيقا من موقع البناء وما يحيط به من مرافق. تصور مبدئي للموقع يفيد خلال مرحلة الدراسة. طيب أنا علشان أعمل حاجة زي كده إيه الموارد اللي أنا عايزها؟ برمجيات نمذجة معلومات المباني، برمجيات الماسح الضوئي، ماسح ضوئي ثلاثي الأبعاد 3D، معدات المسح التقليدية. يبقى أنا محتاج دي الموارد اللي أنا عايزها لاستخدام البي أي إم بتاعي. طب الكفاءات المطلوبة: معرفة بأدوات نمذجة معلومات الإيه البناء، معرفة بأدوات الماسح الليزري، معرفة بأدوات المسح التقليدي، القدرة على فلترة الكميات الكبيرة من البيانات، القدرة على تحديد مستوى التفاصيل، القدرة على بناء نموذج 3D. طيب الفوائد البي اي ام في تقدير تكلفة البناء. يبقى البي اي ام برضك بيفيدني في تكلفة البناء في ايه بقى؟ تحديد الموارد المطلوبة بدقة، الحصول على الكميات بسرعة للمساعدة لاتخاذ القرارات، الحصول على تقديرات التكلفة بمعدل أسرع، تمثيل بصري أفضل لعناصر المشروع، توفير وقت المسؤول عن تقدير التكلفة، يسمح لمقدر التكلفة بالتركيز أكثر على الأنشطة ومهام أخرى مثل تحليل تكلفة المخاطر، وده أهم شيء، تطوير عملية تقدير التكلفة من خلال إدخال الزمن كبعد إضافي مع التكلفة اللي هنسميها 5D، تمثيل كفاءة للبدائل كفء للبدائل مع الأخذ بالاعتبار ميزانية المشروع. طيب طرق ربط المخطط الزمني مع 3D. ميزات ال 4D الأساسية ضمن نفس البرنامج 3D تعتمد هذه الطريقة على تقسيم العمل إلى مراحل phases، يبقى أنا هربطها هنا بالإيه؟ بالتايم. تصدير نموذج ثلاثي الأبعاد إلى أحد الأدوات المحاكاة الإيه؟ الزمنية، وباستخدام بريمافيرا، مايكروسوفت بروجكت وهكذا. ده الجدول الزمني المخطط مع الجدول الزمني الفعلي. يعني انت عندك هنا اهوت مثلا الاحمر هنا ده ايه؟ ده المخطط مع الرصاصي مثلا الفعلي او العكس. انت هنا اهوت بتشوف انت ماشي هنا اهوت بنفس المعدلات ولا لا. في حاجات انت بتتجاوز الوقت بتاعها، في حاجات انت لا تتجاوز الوقت بتاعها بتخلصها بدري وهكذا. يبقى ده تحليل مدى تقدم العمل بمقارنة الخطة الأساسية مع الجدول الزمني الفعلي.
طيب البرمجيات التصميمية، برامج التصميم السطحية اللي هي سيرفيس اوبجكتس، في عندك من تلك البرمجيات برنامج 3D 3D Max وجوجل سكتش اب، وعندك دي حتى انا ايه بامكاننا وضع نافذة باي مكان ولو كان في الفراغ، لان البرنامج باختصار لا يميز العناصر بماهيتها الحقيقية انما فقط مجسمات، ده علشان 3D. طيب في عندك برامج التصميم البارامترية الذكية، هناك العديد من البرامج الذكية مثل ريفيت، ارشيكاد، تيكلا، بنتلي، غيرها من البرامج التي تدعم فكرة العناصر الذكية القائمة على ان العنصر النمذج يحاكي الواقع بكل ابعاده، مثلا الجدار الطول والعرض والسمك الطبقات بتاعته المواد بتاعته وهكذا. طيب وهذا الامر من شأنه ان اساسيين يعمل ايه تحديد التضاربات كلاش ديتكشن وحساب الكميات كوانتيتيز تيك اوف. هنا بنستعرض طيب ريفيت عبارة عن ايه، الرابط بتاعه شكله ايه. طبعا الريفت ده مشهور جدا ليه، لسهولة التعامل مع واجهة البرنامج، للتوافق الكبير مع الكثير من البرامج وهكذا، ودي الاكستنشنز اللي بيطلعها الملف بتاعه، الفيكو، بنتلي، تيكلا، دي البرامج المستخدمة. برامج البرمجيات التحليلية تستخدم لعدة أغراض، منها ربط الجداول الزمنية بالنموذج ثلاثي الأبعاد اللي هيطلع لي 4D simulation، دمج النماذج من جميع التخصصات وكشف التضاربات. يتميز البرنامج بإمكانياته بالتعامل مع معظم الملفات ثلاثية الأبعاد. نموذج سير العمل، نموذج سير العمل في عندي منهج خطي ودائري وتشاركي. المنهج الخطي إن أنا عندي هنا هوت المنهج الخطي، كل مسؤول هنا هوت بيشوف مسؤولياته ويخلصها بمدى مخططات ايه معمارية انشائية ميكانيكية كهربية بمسار خطي، وكل واحد بيشوف الشغل بتاعه ويراجعه، بس ده ايه منهج خطي. المنهج الدائري لا، يعني كل واحد بيخلص بيوديه للتاني، مثلا ان هو تلاقيه التصميم المخططات معمارية، تصميم انشائي، تحليل، يديه بعد كده مخططات انشائية، تصنيع المخططات، الجدولة الزمنية، تقدير التكلفة وهكذا، ده منهج دائري. نموذج التشاركي بالعمل ان يبقى فيه مشاركة بين الجهات المختلفة. هنا بيقول لك مخطط التكلفة لمنحنى التصميم، فانت لو انت استخدمت البي اي ام الجهد بيبقى في الاول كبير لكن بعد كده بيقل مع الوقت. لو انت استخدمت كاد فقط هتلاقي في الجهد في الاول قليل جدا لكن بيزيد جدا في اخر المشروع مع نهاية المشروع. يعني دي مراحل المشروع، مراحل الدراسية التمهيدية الاولية، تطوير التصميم، توثيق المخططات، مرحلة التنفيذ، استثمار المشروع. فلو انت استخدمت البي اي ام مجهودك كبير في الاول بيقل مع الوقت، لو استخدمت الاوتوكاد بس او الكاد بس مجهودك في الاول قليل وبيزيد مع الوقت. هنا البي اي ام لو انت استخدمت هنا هوت البي اي ام، ادي آلية التصميم الافضل، ادي البي اي ام هنا هوت وبيقل بالشكل دوت. الكاد بيزيد برضك هنا هوت في ايه في نهاية المشروع. يبقى الخط الاحمر دوت هو خط تأثير الزيادة في التكلفة، يبقى التكلفة في استخدامك البي اي ام في الاول هنا قليله، فهنا احنا بنقول ان عندنا الخط الاحمر هنا هو ده خط تاثير الزياده في التكلفه. التكلفه بالنسبه للبي اي ام بتبقى عاليه جدا في الاول المشروع، بعد كده بتقل مع نهايه المشروع. الاخضر ده تكلفة التعديلات بالتصميم، الاوتوكاد عندي نوت بيبقى في الاول خالص التكلفة بتاعته قليلة لكن عشان اعدل في التصميم بتاعه التكلفة بتزيد نوت جدا. هنا آلية التصميم التقليدية بتبدأ ان هو التكلفة قليلة مع وسط المشروع تكلفة عالية جدا وبتقل هنا مع
الوقت آلية التصميم التقليدية. يبقى التصميم هنا هوت ببدأ تصميم قليل، بعد كده التصميم يزيد هنا هوت ويقل. طيب آلية التصميم الأفضل هنا هوت بالنسبة للبي اي ام، أنا هندي في أول المشروع تقريبا يبقى عندي التصميم عالي جدا، بعد كده المجهود على في التصميم بيقل مع الوقت المشروع. في عندي حاجة مهمة جدا هي مؤشرات الأداء الرئيسية بمرحلة التشييد، كي بيرفورمانس انديكيتور كي بي اي. دي عبارة دي مهمة جدا جدا جدا، هي تستخدم لمراقبة أداء طواقم عمل الجهات المنفذة، الناس اللي شغالة، بشوف أدائهم شكله إيه. تختلف أهمية المؤشرات حسب استراتيجية الشركات وأهدافها، ولكن تتبع الكثير من التقارير حول الأداء يمكن أن يصرف الانتباه عن الأهداف الأساسية للمشروع. يعني أنت لو أنت مهتم قوي بالتقارير يبقى أنت كده بتصرف انتباهك على الأهداف الأساسية للمشروع، بس ده شيء مهم جدا. فلن تصبح تلك المؤشرات هي مؤشرات رئيسية، لذا يجب تتبع ومراقبة أكثر المؤشرات تأثيرا على كفاءة مرحلة التنفيذ. في عندنا العوامل المسببة لإعادة العمل، في عندنا تغيرات البناء، تغيرات بتكنولوجيا التنفيذ لتعزيز وتحسين جودة البناء، أخطاء تنفيذية ناجمة عن الأساليب الخاطئة في البناء، الإسقاط والسهو بمرحلة التنفيذ ناجمة عن السهو في بعض المهام والأنشطة، أخطاء التصميم ناجمة عن أخطاء التي تحدث أثناء عملية التصميم، مخططات ومواصفات، الإسقاط والسهو بمرحلة التصميم، التغيرات التصميمية، التغيرات التصميمية القاهرة، التغيرات التصميمية من قبل المالك، التغيرات التصميمية من قبل المورد أو المصنع. كل واحدة بالتعريف بتاعها. العوامل المؤدية لإعادة العمل، ده رسم تخطيطي كده. مرحلة التصميم في عندي إعادة العمل، تحقق من إجراءات، مواصفات، مخططات، احتياجات فريق العمل، مهارات، الموارد، قلة الخبرة، المشاكل التعاونية، مرحلة التنفيذ، العقود، الأخطاء، السهو، تكنولوجيا التنفيذ. هنا نموذج سير العمل من أول الفريق المعماري. الفريق المعماري طبعا لو في أي فيدباك بيعيد أو بيظبط الرسم بتاعه أو التصميم بتاعه. هنا هو بيوزع التصميم بتاعه على الفريق الإنشائي والميكانيكي والكهربي، وبرضك لو في أي فيدباك بيرجع للفريق المعماري. دي عندنا هو مخططات تفصيلية، مرحلة تطوير التصميم، مرحلة التصميم الأولي. هنا طبعا احنا قلنا ان في centralized database اللي هي على الكلاود، وكله بيشتغل فيها وبيشارك فيها. آلية عمل قاعدة البيانات المشتركة، عوائق استخدام أنظمة الـ BIM تبين من خلال إجابة المشاركين على عدة أسباب. ندرة الكوادر المؤهلة للعمل، يبقى من أهم عوائق استخدام الـ BIM هي ندرة الكوادر المؤهلة للعمل، فإن ذلك يعتبر من أهم عوائق تطبيق تلك التقنية بنسبة 50%، حيث كشف المسح عن المخاوف السارية بأن نقص توفر العمالة المهرة والتدريب قد يؤديان إلى عرقلة عملية تطبيق نماذج الـ BIM في المستقبل. بالإضافة إليه، إضافة إلى أن المستطلعين أشاروا إلى أن الـ BIM غير مناسب لبعض المشاريع، مشاريع البنية التحتية والمشاريع الصغيرة، كون أسلوب العمل والتطبيق غامض بالنسبة لهذا النوع من المشاريع. يبقى أنا عندي نوعين حاجتين من عوائق الاستخدام، قلة الخبرة أو ندرة الكوادر المؤهلة للعمل، مؤهلة للعمل، وإيه إضافة إلى إيه إن الـ BIM غير مناسب للمشاريع البنية التحتية والمشاريع الصغيرة. هنا تعريف بقى، إيه هو الـ BIM، إيه هو الكاد، إيه هو الـ KPI. 3D نموذج ثلاثي الأبعاد الذي يمثل المبنى الإلكتروني بصورة محاكاة للواقع. الـ 4D مع المخطط الزمني. الـ 5D نموذج رباعي الأبعاد مربوط بالتكلفة لغرض حساب الكميات. 6D إدارة المرافق بمرحلة التشغيل وصيانة المبنى، ويحتوي على جميع معلومات المشروع خاصة التي تستخدم خلال مرحلة الاستثمار. 7D تطبيق أنظمة المباني المستدامة من خلال نموذج BIM. وصل كمان للـ ND، التطور المستقبلي المتوقع لأنظمة الـ BIM بعدد لا نهائي من الأبعاد.
خلال دورة حياة المبنى. دي الـ extensions بتاعت البرامج والـ software. Central هي Central Database. Synchronize تزامن عناصر تسليم. هنا بنتكلم برضك على الـ 3D مع الـ time يبقى يديني الـ 4D، مع الـ cost يديني 5D، الـ 5D مع الـ facility information يديني 6D، 3D scan to BIM يعمل scanning ويطلع الـ BIM. دي قلنا دي المشاكل اللي بتحصل في أي مشروع. وهو الـ BIM مرة تانية، الـ modeling شكله ايه، management. هنا why the BIM، ليه بستخدم BIM؟ طبعا بيقلل التكلفة، ممكن تصل ل 33%، بيوفر لي 33%، يديني اسرع في التنفيذ حوالي ممكن يصل ل 50%، تحسين و lower emission اللي هي reduction of greenhouse gas emission in the built environment حوالي 50%، improvement in exports والتحسين في النواتج عندي ممكن يصل الى 50%. دي البروجكت لايف سايكل مرة تانية. BIM levels ده كده، يبقى احنا وصلنا تقريبا دي طبعا المراحل بتاعت ان انا انشئ على البرنامج. ادي الاكسرسايز اون موديلنج اكستيريور اند انتيريور وولز الحوائط. بعد كده اللي ستودنت ده موديلنج برضك اكستيريور اند انتيريور وولز، ادينج دورز بضيف الابواب والشبابيك بالشكل دوت، بظبط الفلورز والروف السقف والارضيه بالشكل ده. دي المراحل بتاعه بي اي ام. وشكرا واشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.